مشاهدينا صباح الخير واهلا بكم في حلقه جديده من زي الشمس، حلقه يوم الجمعه 12 ابريل 2013. امبارح وفي ساعه متاخره من مساء الامس اجتمع الرئيس الدكتور محمد مرسي مع اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه وعلى راسهم وزير الدفاع الفريق السيسي. وفي تصريحات هي الاولى من نوعها لوسائل الاعلام ادلى الفريق السيسي ببضع الكلمات بعد هذا الاجتماع. نتابع التصريح. في هذا اللقاء استمع الرئيس لأعضاء المجلس بإنصات لكل الموضوعات التي تهم القوات المسلحة. الحقيقة كمان لازم أقول إن السيد الرئيس تفهم تماما مسألة كانت يعني بتقلق القوات المسلحة، وهي الإساءة اللي بتتم أو اللي بتواجه القوات المسلحة خلال هذه المرحلة، وأعرب عن رفضي لهذه الإساءة وأكد على الدعم الكامل والثقة التامة بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة. الحقيقة أنا عايز أقول في هذا السياق، يعني أنا ما كانش ليا فرصة أن أنا أتكلم مع وسائل الإعلام. أنا عايز أقول أن القوات المسلحة خلال السنتين الأخرانيين كانت حريصة جدا جدا على مصر وعلى شعب مصر، ولم تقوم بأي عمل من أعمال الإساءة. وعايز أقول إن القوات المسلحة انسحبت أو انتهت وتسلمت السلطة في 30/6 وابتدت تقوم بأعمال من أعمال رفع الكفاءة للقوات والمعدات لحاجات كتير قوي بتتم دلوقتي، وعايز أقول إنها بتتم بمعدلات غير مسبوقة. لازم نكون فاهمين ان القوات المسلحه مؤسسه وطنيه شريفه جدا جدا ومخلصه جدا لبلدها وحريصه جدا على وطنها. انا عايز اقول كمان ان القوات المسلحه بتتاثر جدا باي اساءه توجه لها. انا عايز اقول واقسم لكم بالله للي بيسمعني كله دلوقتي، القوات المسلحه من اول 25 يناير حتى الان، والله واقسم بالله على ذلك، لم تقتل ولم تامر بقتل، لم تغدر ولم تأمر بغدر، لم تخون ولم تأمر بخيانة. عايزين نخلي بالنا من القوات المسلحة. إذن استمع الرئيس إلى شكاوى قادة أفرع القوات المسلحة وإلى دعاوى الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وانزعاج القوات المسلحة من بعض الدعاوى اللي بيثرها الرموز السياسية والاتهامات اللي بيوجهوها إلى القوات المسلحة في الفترة الأخيرة. تعقيب الرئيس الدكتور محمد مرسي على كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي هتكون معانا في جولتنا الإخبارية اللي بنطل فيها على العناوين اللي صادرة في أهم الصحف المصرية النهاردة. ولكن خليني أقول لحضراتكم أهم المواضيع اللي هتكون معانا النهاردة في زي الشمس. هنبتدي بظاهرة شغب الملاعب خصوصا بعد الأحداث المؤسفة اللي حصلت في مباراة النادي الإسماعيلي مع اتحاد العاصمة الجزائري، واللي اتكررت كمان رغم فوز النادي الأهلي في مواجهته مع نادي توسكر الكيني. هل تهدد ظاهرة شغب الملاعب مسيرة كرة القدم المصرية، ولا هي فترة انتقالية سيتم التغلب عليها بانتظام مباريات كرة القدم؟ هنتكلم ده بشكل أكتر وبشكل مفصل في فقرتنا الرياضية، وهنروح لإنجاز من إنجازات الحكومة اللي نادرة في الفترة اللي فاتت، وهي تمكن حكومة الدكتور هشام قنديل من الحصول على مساعدات مالية من قطر ومن ليبيا الأسبوع اللي فات. المساعدات قيمتها 5 مليار دولار، 3 مليار دولار من قطر في شكل شراء لسندات الخزانة المصرية، و2 مليار دولار من ليبيا في شكل قرض حسن منحته لنا الحكومة الليبية دون أي فوائد. هل المساعدات المالية دي اللي تقدر تقريبا ب 32 مليار جنيه تغني مصر عن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي؟ هنتكلم في هذا الأمر بالتفصيل. ولكن النهاردة وإحنا بندعو حضراتكم للمشاركة على صفحتنا على فيسبوك على صفحة زي الشمس، والإجابة على سؤالنا بنتكلم على الذكرى 40 في شهر إبريل 2013 لاستخدام الهاتف المحمول. سنة 1973 تم اختراع وتم الانتهاء من أول هاتف محمول، وكان من ماركة موتورولا، وكان يسمى في هذه الفترة بالطوبة أو The Brick لأن كان وزنه 2 كيلو وكان كبير للغاية. بعد 40 سنة من استخدام الهاتف المحمول ودخوله مصر بعقد من الزمان، هل بيحسن المصريين استخدام الهاتف المحمول أم يسيئون استخدامه؟ ده سؤالنا لحضراتكم. بنتمنى أن أنتوا تخشوا على صفحتنا على صفحة برنامج زي الشمس على موقع فيسبوك وتتواصلوا معنا.
هنخرج لفاصل قصير وبعدين نرجع علشان نشوف تعقيب الرئيس الدكتور محمد مرسي على كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ونستطلع الصحافة الصادرة في مصر النهارده.